لم يتفق علماء اللغة على تسمية موحدة للغة السريانية الآرامية، فمنهم من اعتبر السريانية والآرامية لغة واحدة ذات لهجات مختلفة، ومنهم من اعتبر كل لهجة منها لغة منفردة لها ميزاتها، لكنهم اتفقوا على أنها لغة سامية ذات ميزة حضارية تراثية. من الخطأ اعتبار السريانية لهجة من لهجات الآرامية كما ورد في دائرة المعارف البريطانية، بل ويذكر ابن العبري بأن اللهجة الرئيسية هي السريانية الرهاوية، أي لم يسميها الآرامية الرهاوية، والاسم الصحيح هو السريانية الآرامية. من الثابت بأن اللغة الآرامية السريانية هي من اللغات القديمة جداً، فالنبي إبراهيم كان آرامياً ولغته آرامية بشهادة سفر التكوين في الكتاب المقدس، إذ يذكر بأن لبان دعا الرجم بيجر سهدوثة، أي نصب الشهادة بالآرامية السريانية. السريانية لغة مقدسة، فقد تكلم بها السيد المسيح وأمه الطوباوية مريم والرسل الأطهار، وكتب بها أسفار من الكتاب المقدس كسفر نحمية وقسم من سفر دانيال، وحتى أن متى الرسول كتب إنجيله بالسريانية الفلسطينية ثم أعاد كتابته باليونانية. وباللغة السريانية انطلقت الكنيسة الأولى، حتى أن أول لتورجيا في تاريخ الكنيسة والتي هي لتورجيا يعقوب أخي الرب قد كتبت بها. يبتدأ انتشار هذه اللغة انتشاراً واسعاً من القرن العاشر قبل الميلاد حتى القرن الثامن الميلادي، وهو انتشار لم يسبق له مثيل، وذلك بفضل العامل التجاري وسهولة أبجديتها وقواعدها وسهولة نطقها. ولم تنتشر على مثالها لغة إلا الإنجليزية في عصرنا هذا. في عهد الدولة الآشورية استخدمت كلغة رسمية إلى جانب الأكادية، وفي العصر الفارسي صارت لغة دولية، وصارت لفترات طويلة لغة الثقافة والحضارة والدراسات، حتى أن الفارسية لم يكن لها أبجدية مقبولة في تلك الأيام، فاستعملت الأبجدية الآرامية. وفي بلاط بابل استعملت كلغة رسمية منذ عهد نبوخذ نصر، وامتدت في سوريا وبلاد ما بين النهرين وفلسطين وجبال أرمينيا ومصر وبلاد العرب والبحرين وغيرها، وبلغ انتشارها إيران والصين، حتى أن رجال الدين البوذيين كانوا يعظون بها في منطقة الحدود الإيرانية الهندية، وما يدلنا على وصولها إلى جميع البلدان آنفة الذكر هو الآثار المكتشفة فيها من مخطوطات وأحجار. فكان انتشار اللغة الواسع سبباً لتعدد لهجاتها ونشوء فروع كثيرة لها، وابن بهلول أحصى 16 لهجة من اللغة السريانية. اللغة الأرمنية قد تأثرت باللغة السريانية، ويعود سبب ذلك إلى أن المسيحية قد وصلت إلى الشعب الأرمني عن طريق مبشرين السريان، حتى أن بعض الأساقف الأرمن قد نبغوا باللغة السريانية. وفي مطلع القرن الخامس الميلادي على عهد البطريرك ساهاك اخترع القديس ميسروب الأبجدية الأرمنية بمساعدة المطران دانيال السرياني. ما يدلنا على انتشار اللغة السريانية في سوريا الطبيعية هو أسماء المدن والقرى والأنهار في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق، وكلها آرامية سريانية إلا ما ندر منها، مثال كركي، بيت لحم، إدلب وبلودان، لا سيما حلب التي تعني البيضاء بالسريانية، والكثير من مناطقها كأعزاز، النيرب، جبرين وعفرين ونهر قويق.
وكل اسم يبدأ بكلمة معرة، كفر، بيت أو دير. ولم يؤثر تحول اللغة اليونانية إلى لغة الدولة في عهد حكم خلفاء الإسكندر على سوريا، بل احتفظت بمكانتها كلغة وطنية في مدن سوريا، وظلت محكية في سوريا أزماناً مديدة حتى القرن الثالث عشر الميلادي. في يومنا هذا السوريانية الآرامية هي لغة الكنيسة السوريانية الأنطاكية الأرثوذكسية والكاثوليكية والمارونية والكلدانية، إذ أنها كانت اللغة الطقسية منذ فجر المسيحية، كما ويستخدمها مجموعة من الناس داخل الدولة التي يعيشون فيها، مثل بعض المناطق في الجزيرة السورية وثلاث قرى في دمشق وبعض قرى الموصل في العراق وفي طور عبدين في تركيا وبعض القرى في إيران وكردستان. تتألف الأبجدية السوريانية من 22 حرفاً، 6 حروف منها تمتلك لفظين فيزيد على حروفها 6 حروف، ولها عدة أنواع من الخطوط، وتمتلك اللغة 5 حركات بالإضافة إلى استعمالها نظام التنقيط في تحريك الحروف. لا تمتلك اللغة السوريانية أرقاماً خاصة بها، بل تستعمل كغيرها من اللغات السامية القديمة الحروف ذاتها الموجودة في أبجديتها. اللغة السوريانية هي ليست مجرد لغة، هي هوية، هي نغمة موسيقية تعزف على أوتار القلوب، هي حكاية أجداد، هي صرخة تحد في وجه الظلم والنسيان، هي ليست لغة الماضي بل الحاضر والمستقبل، فتلهم الأجيال وتبني جسور التواصل بين الشعوب، وتشارك العالم رسالة سلام ومحبة. هي شعلة مضيئة في سماء الثقافة، هي حروف من نور.